هذه الشيء لأهداء من أم العروسة وأخواتها الآن وحصريا إلى العروس استديوهات همسة فرح. لولشن يوم أحضرت زين القبايل وارقص العيونها عشر وثماني شيخة الغزلان متعبت على صايل أشرقت مثل القمر بين الغواني أكبرت عروسنا والشك زايد بالبخور وبالعطور وبالتهاني جاتهم هدات بختار وتمايل كل خطوة في شموخ وفي تفاني لا لشن يوم أحضرت سنة القبايل أرقص لعيونها عشر وثمان شيخة الغزلان متعبت على صايل أشرقت مثل القمر بين الغواني الخشم والعين والمبسم هواي والدلع والحزن فيها شي ثاني ترفة كأنها وردة من الأغصان باي بنت بوها الحرة كسب الجماي صمها الكريم ولن قدرا وجاي أخوانها بفعلها النماس طاي عبد الرحمن ريف العرب طيب المجان أمها تركية بنت أهل الفعايل أم عبد الرحمن ما يغيرها الزمان والخوال ونعم درب الخصايل لابت المجلاد وعز الكل عاني ربعها الشعراء مشعلت الفتايل والفخر والطيب في كل شعطاني عبد الإله أوصيك في أم الجدايل حطها فالقرب من بين المحال هداها اللي زينها ماله مثايل العروسة اللي لها قدر ومكاني أقبلت عروسنا والشك زايل بالبخور وبالعطور وبالتهاني جاتهم هدات بختار وتمايل كل خطوة في شموخ وفي جفاني لالشن يوم أحضرت سنة القبايل أرقص لعيونها عشر وثمان شيخة الغزلان متعبت على صايل أشرقت مثل القمر بين الغواني الخشم والعين والمبسم هواي والدلع والحزن فيها شي ثاني ترفة بالزين تعطيك الدلايل كأنها وردة من الأغصان باي بنت بوها الحرة كسب الجماي صمها الكريم ولن قدرا وجاي أخوانها بفعلها النماس طاي عبد الرحمن ريف العرب طيب المجان أمها تركية بنت أهل الفعايل أم عبد الرحمن ما يغيرها الزمان والخوال ونعم درب الخصايل لابت المجلاد وعز الكل عاني ربعها شعراها مشعلة الفتايل والفخر والطيب في كل شعطاني عبد الإله أوصيك في أم الجدايل حطها في القلب من بين المحال هداها اللي زينها ماله مثايل العروسة اللي لها قدر ومكان 737